السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي سميحة شانيل. اليوم راح يكون فيديو سبيسيال للدراري الصغار، كادو للدراري الصغار. مالا اللي عندها دراري ولا تعرف واحدة عندها دراري، نسحقها تبارطاجي الفيديو باش كامل تستفادوا. وكما راكم تشوفوا هذه هي اللي راح نديروها اليوم، خلطه موجدتها ومجربتها انا من قبل لولادي، وشنو هذه المره حسنت لهم في الذوق وحبيت نشاركها معكم. حسنت فيها بزاف صوالح، زدت فيها امور، راح نقول لكم يعني بشويه بشويه في الفيديو واش فيها واش خرج على ولادي وشنو الحاجه اللي ما عجبتهمش هكذا، باش او ميم طون تكونوا راح تخدموها تعرفوا وشنو الحاجه اللي تعرفوا نتوما ولادكم وتميزوا وحدكم. شوفوا الكميه اللي راح نديروها اليوم شحال تخرج، يعني راح تشد لكم سورتو لا كان عندكم طفل واحد، يعني هذه بالك تشد شهر حتى شهرين نورمال. طريقه يعني هذه يعني باش ما ندخلوش في الاخر، باش راح انا نوكلهم فيها ثلاث مرات في النهار، مره صباح في نص النهار وفي الليل قبل ما يرقدوا. ويلا بلا ما نطول عليكم نبداو بالطريقه، في بسم الله وصلاه على رسول الله. هنايا بديت بالزبيب، الزبيب درت كاس ونص، راح نزيد عليهم كاس ما دافي ولا سخون ونخليه بجيه حتى يتنفخ. الزبيب مليح كيما نعرفو، فيه الحديد، فيه بوتاسيوم، فيه فوسفور، فيه كالسيوم، فيه فيتامين سي، صوديوم، فوسفور، هادو كامل ملاح، مليح للعظم، مليح للانيمي، مليح بزاف امور. وهنايا حطيت الجلجلان، جبت نص كاس حمصتو كما راكم تشوفوا، حمصتو وغير نشم الريحه نتاعو يبدا يصفار لي، نحيه من النار ونكمل نحركو بهذه الطريقه باش من بعد نرحيه. هنايا جبت كاس تاع مكسرات، انا حطيت نص تاع لوز وكملتو بالجوز كما راكم تشوفوا، على بالنا كامل باللي الجوز واللوز ملاح للمخ، ينشطوا الذاكره تاع الطفل، يعني ينشطوه ويذكوه، يذكوه الفريش كاش يقولوا، ينميو الذكاء تاعو، يعني لاباس به. فوالا ملاح المكسرات، شوفوا ننصحكم باش تبعوا هذا الخلطه عقده كيما نقولوا لولادكم، يعني على المدى الطويل، شهرين ثلاثه اربع شهر راح تلاحظوا الفرق. راكم تشوفوا حمصتها، شوفوا غير نحمصهم شويه نحيهم على النار ونحركهم هكا حتى يبرد كيما قلت لكم. نجيب وين راح نرحي نوجد العقدة تاعي، نفوت بالمكسرات نرحيهم ندششهم شغل غير حاجة خفيفة ونعاود نحيهم، ماشي حتى يترحاو كامل، نخلوهم شوية خشان باش يبانوا لي في العقدة تاعي. انا حبيتهم هكايا باسكو ولادي اصلا يحبون المكسرات هكايا. نجيبوا الجلجلان، تن هو تن نرحوه، الجلجلان نرحوه مليح، وتلاحظوا كي ترحوا الجلجلان يدير واحد الريحه، انا هذه الريحه اللي ما عجبتش ولادي في اللي كنت نديرها من قبل، سبورسا نقصت من الكميه هذه اللي راح تشوفوها نص الكاس، انا درت اقل. الدقله تحسبوا عدد فردي وديروا، انا درت 27 حبه في هاد الكميه، 27 حبه سخنتهم في ميكرووند، اللي ما عندهاش ميكرووند تسخنها شويه تفوروا شويه حتى يسخن باش هكا يترحم مليح ويترحب بسهول هكذا. بون اول مره نحط لكم حاجه كيما هذه، لا هذا النوع من الفيديو يعجبكم ديروا لي في التعليقات باش نكثر لكم منهم. هنايا كيما راكم تشوفوا الزبيب هاوليك بعد ما شمختو، هنايا راه انا ما تنفخليش مليح، انا نحب كي تنفخ مليح بصح حتى المقت يعني مزروب عليها ما خليتوش يتنفخ مليح. نبدا نزيد بشويه على هذاك التمر ونرحي نرحي حتى نتحصل على القوام اللي راني لي راح يخرج لي، باسكو هذه الكميه اللي درتها درت كلش هكذا نفرغ كامل الزبيب. هنايا ضفت كامل الكميه تاع الزبيب ونكمل نرحي، لازم نرحيه مليح حتى يذوب كامل، قاع كامل يذوب بهذا لافاس، شوفوا يطلق كامل الماء تاعو. هذاك نبدا نزيد في الججلان، هنا الججلان راني رحيته بيان سور، ونبدا نزيد. انا في المجموع درت ثلاث مغارف تاع ججلان، هي نورمالمون نحط كامل النص كاس هذاك، مي كيما قلت لكم توسوست ما ياكلوليش العقده هذه ولا وتاع نضل نعافر فيهم باسكو دائما نجري موراهم بهذيك المغرف الوغ درت لهم غير ثلاث مغارف. نتوما لا درتو نص كاس كامل راح تجيكم يابسه، تقدروا ديروا حتى كريات، بصح هنايا انا اصلا نحبها في البلاره، نحبها هكا ياكلوها بالمغرف هكذا. بعد ما زدت المكسرات ودورت شويه فيها باش في البات في هذاك
في الميكسر باش يتجانس، ماشي كيما قلت لكم ما لازمش يطرحها تماما، ونديرو في البلارة تاعي تكون معقمة ولا يعني لاكت واحد تخبوها وتغلقوا عليها. انا درتها هكا، هنا راها مازال ما بردتش، راها مازال كيما قلت لكم هذاك الزب حطته في ماء سخون يعني مازال سخونه. هنا نحطوها في الثلاجة، وهذه هي المغرف اللي نوكل بها، يعني مغرف تاع ديسير، ما تكونش صغيرة كامل وما تكونش الكبيرة كامل، هكا ياكلوا مغرف صباح مغرف العشية ومغرف في الليل. فوالا هذا واش نورمالمون كاين امور نقول لكم. وشنو شوفوا هذه العقدة راح تفتح لهم لابيتي، راح يرجع ياكل مليحه حتى لانيمي، يعني راح تعاون بزاف وليدك، وان بلوس مليحه للمخ كما قلت لكم، مليحه للعظم. هذه هي، هذا هو الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، نتلاقاو في الفيديو الجايين. تهلاو بزاف بزاف، رواحتيكم وسلام.